احنا معانا دلوقتي تقرير مع جماهير الكره المصريه، الناس اللي عاشرتك، وقلنا لهم انتوا فاكرين علاء ميهوب؟ هنسمع هم بيقولوا نرجع لك مره ثانيه. ماشي. علاء ميهوب اللي رقصه ماشي، علاء ميهوب اللي رقصه ماشي، وشوطها برجله الشمال، خش الكوره، جول ثاني للنادي الاهلي. علاء ميهوب وبدر حامد. علاء ميهوب يفوت من بدر حامد. علاء ميهوب، علاء ميهوب، علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو جول، هو جول، جول الاول، نادي الاهلي. كابتن علاء ميهوب ابن الحوامدية ومالك خط النص في النادي الأهلي، وهو اللي كان السبب في حصول الأهلي على الكاس في ماتش المصري لما جاب الجون الفوز، وكان من ملوك خط الوسط هو علاء ميهوب. اللي فاكره عن علاء ميهوب إن في الفترة اللي كان بيلعب فيها كان من الصعب أي حد تاني يملى مكانه. الفترة اللي اتولد فيها عمالقة الكورة، كان الكابتن بيبو بنقول عليه أيقونة الكورة المصرية، فنقدر نقول على علاء ميهوب كان الدافع لوجود أيقونة للكورة في تيم النادي الأهلي. أنا فاكر تقريبا آخر ماتش له كان في الثمانينات، كورة ما حصلتش قبل كده، إنه هو شطها من نص الملعب تقريبا، وكان قصده يبعتها لزميل من زمايله، بس الكورة طارت وغيرت اتجاهها ودخلت الجون. ده اللي أنا فاكره آخر ماتش له، يعني كانت حاجة غريبة وحاجة تقريبا كان موفقة تقريبا أو حظه إن الكورة تغير اتجاهها وتدخل الجون من نص الملعب. علاء ميهوب ده كان يعتبر اسطوره في كره القدم، يعني في رايي انا بعد الخطيب. الخطيب ده يعني ده نجم الجماهير، وعلاء ميهوب يعتبر نجم الجماهير برضه، بس يعني نمره اثنين. وكنت احب اتفرج عليه وهو بيقسم مع زمايله، هو كان بيحط جوان يعني ما حصلتش. هي يعني ربنا يبارك له. بفتكر عنه الكورة الحلوة، بفتكر عنه الإخلاص، بفتكر عنه حبه للأهلي، بفتكر عنه الزمن الجميل، بفتكر عنه دلوقتي التحليل الحلو الجيد اللي احنا بعد الماتش بنقول عليه كان تحليلك صح يا علاء. علاء ميهوب جه في فترة من أحسن فترات النادي الأهلي ومن أحرف اللعيبة اللي شافها النادي الأهلي ومن أخلص اللعيبة اللي جافها النادي الأهلي. تعليقك ايه على الناس الجميله ديت اللي هي بتعشق النادي الاهلي؟ كلام مؤثر جدا وكلام حلو قوي، انا مبسوط اني بسمعه بجد. تحس ان انت بعد كل الفتره الكبيره دي الناس بتكافئك، يعني انت ما بعدتش عن النادي الاهلي؟ لا خالص، عمري ما بعدت عن النادي الاهلي طبعا، يعني بس الكلام طالع من ناس كبيره عشرتنا وشافتنا، وناس طالعه بمنتهى الصدق ومنتهى الامانه وبشفافيه جدا، وبجد كلام كبير قوي، يمكن حتى ما استاهلهوش اساسا. لا ازاي بقى تستاهل بس.